أنا قبل ما أجاوب على السؤال ده، خليني بس أتطرق بشكل سريع إلى طبيعة ما حدث في فرنسا. ما حدث في فرنسا بيوضح إنه النظام الدولي دخل في حرب جديدة. يعني في مرحلة من المراحل السابقة كان بيبقى في جيوش نظامية، بعد كده كان في ما يسمى بحرب العصابات وحركات التحرر الوطني وخلافه. الآن أنت النظام الدولي يواجه حرب بشكل مختلف تماما، وهذه الحرب بيقودها جماعات إرهابية، وهذه الجماعات الإرهابية بتستخدم لوجيستيكس ودعم لوجيستيكي موجود في دول مختلفة. يعني فيما يتعلق بحالة فرنسا، لابد ان احنا نحط في الاعتبار العدد. بتختلف مع سيادة اللي هو فكرة ان العملية ما بيقفش وراها بس يعني هو شايف ان في دول او انظمة هي اللي ورا المسألة دي، مش مجرد الجماعات المتطرفة. لا هو بدرجة اساسية تنظيم الدولة. تنظيم الدولة الإسلامية هو اللي وراء هذه المسألة، لأنه لابد أنك تحط في الاعتبار عدد الفرنسيين اللي راحوا حربوا في صفوف داعش، وعدد الألمان اللي راحوا حربوا في صفوف داعش، ما يطلق على زيارة المقاتلين الأجانب، وعودتهم. هم امبارح بدأوا يتكلموا عن أنه بعض هؤلاء المواطنين عادوا من صفوف داعش وتلقوا تدريبات هناك، وخدوا تعليمات بأن هم يستخدموا الموارد المتاحة في فرنسا. المسألة لا تم فيها نقل أسلحة عبر الحدود ولا خلافه، وإنما كمان تم التعاون مع الجريمة المنظمة. يعني أحد المشار إليهم بالاتهام في هذه القضية يتقبض عليه 8 مرات، ومجرم جنائي، يعني ما هوش مجرم سياسي. فبالتالي انت عندك تطور جديد له علاقة بالتعاون مع بين المنظمات الإرهابية زي داعش وجماعات الجريمة المنظمة. ما حدث في فرنسا، انا عايز اقول انه رغم الكلام الكبير حوالين تقدم اجهزة مخابرات في فرنسا اللي بيسموه دوزيام بيغو ده، او المكتب الثاني، او في المملكه المتحده بتكلم على MI6 او خلافه، رغم التقدم التقني اللي هم حققوه، لكن ما قدروش يمنعوا عمليه زي دي في قلب الاتحاد الاوروبي. يعني معنى كده ان هناك اختراقات، يعني معنى كده مش العمليه الاولى في باريس بالضبط. يعني معنى كده ان المنظمات الارهابيه بتتقدم حاليا على اجهزه المخابرات فيما يتعلق بالتامين وخلافه، اللي قاموا بالعمليه فاهمين الظروف في باريس، مداخل باريس، ودي عملية بالغة التنظيم، يعني انه تتعمل في 6 اماكن، منهم مكان زي ما اشار سيادة اللواء حاتم، الاستاديو اللي كان متواجد فيه الرئيس الفرنسي، يعني اعلى درجات تأمين الرئيس الفرنسي، وهو يحدثنا اكتر مني بحكم خبرته عن كيفية تأمين الرؤساء. يعني دي مسألة معقدة، وبيبقى في حلقات من الامن، مش حلقة واحدة، حوالين اي رئيس مهم لدولة كبيرة زي فرنسا. فبالتالي ما حدث له علاقة أيضا بطريقة تداول القوى الدولية للأزمة في سوريا. هم فاكرين أنه يلا بينا ننغمس داخل سوريا، الولايات المتحدة الأمريكية أنها هتشتغل بالوكالة في منطقة الشرق الأوسط، وأنها هتبدأ وفقا لاستراتيجيتها تنسحب من منطقة الشرق الأوسط، لكن الموضوع بيعك عليهم، يعني بيرتد إليهم. نحن أمام منظومة جديدة من الإرهاب الدولي، وتقتضي كما دعت مصر مرارا وتكرارا وقعدت تحايل عليهم وتقول لهم لابد من تعاون دولي ولابد من تعاون دولي، ما حدش سمع الكلام، انت واخد بالك. فاحنا في هذا السياق بنستبعد تماما أي كلام عن الشماتة، لأنه هناك أبرياء راحوا ضحايا هذا العمل الإرهابي، وينبغي علينا أن احنا نتضامن مع فرنسا، كما نطلب من بقية العالم أنه يتضامن معنا في مواجهة الإرهاب.